طبعا في هذا الطقس بنسمع خرير المي وبنتذكر قصة إيليا اللي فعلا الله طلب منه يجي عند نهر كريث مقابل الأردن، وكان يبعث له الغربان الطعمية الخبز واللحم كل يوم، وكمان كان يشرب من ماء النهر. هاي الطريقة اللي كانوا بيعتاشوا، لأنه يعني حيث يوجد الماء توجد الحياة. وإحنا بصراحة في الأراضي المقدسة معناش الأنهار الكبيرة، إحنا منعيش على رحمة ربنا، لما بتمطر في بركة وفي حياة. نفس الشيء لما ننزل شوي لتحت عند أريحة، النبي إليشع أجرى معجزة اليوم بسموها ماء السلطان أو ميت السلطان، نبع السلطان، اللي هي من أيام إليشع لما رش ملح وصارت المي حلوة حتى الناس تشرب وفعلا تتبارك من خلال هذه الماء. يسوع هو النور، يسوع هو الخبز، ويسوع أيضا هو الماء الحي. إن عطش أحد فليقبل إلي في إنجيل يوحنا الإصحاح السابع، لأن المسيح هو مصدر الحياة من نور وطعام وارتواء.